بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم في قناة إنجليزي ببساطة مع مس نسرين. النهاردة إن شاء الله هنحل تدريبات يونت 4 الوحدة الرابعة من كتاب جيم أولى إعدادي 2023 ترم أول. لو عايز حل تدريبات الوحدات السابقة اضغط في أعلى الصفحة على قوائم التشغيل واختار قائمة الصف الأول الإعدادي. يلا حضروا كتاب الجيم بتاعكم وحلوا معايا التدريبات. يونت 4 الوحدة الرابعة بعنوان We are using technology. We are using technology. نحن نستخدم التكنولوجيا. هنبدأ من بيج 168 صفحة 168، ودي تدريبات على lessons 1 و 2، الدرس الأول والثاني من الوحدة الرابعة. Choose the correct answer. اختار الإجابة الصحيحة. دنيا is sending a messages to her friend now. دنيا بتبعت رسالة نصية لصديقتها الآن. اسمها sending a text message. Number 2. Eyes based on the icon many times but the mobile didn't work. يعني أنا ضغطت على الأيقونة كذا مرة لكن التليفون مش شغال، يبقى عندي هنا إيه؟ tab. Number 3. Who based this dress? It's very fantastic. يعني مين اللي صمم الفستان ده؟ إنه مدهش جدا. صمم يعني designed. Number 4. Don't space photos to people you don't know. ما تبعتش صور للناس اللي انت ما تعرفهاش، يبقى ايه؟ don't send. عندي هنا receive يستلم، وmake يصنع، وplay يلعب، send yours. Number 5. He always space in the chair. هو دايما بينام على الكرسي. While بينما watching a film، بينما هو بيشاهد فيلم يعني بينام على الكرسي، يبقى he always sleeps. Number 6. Students space tablets in high schools. الطلبة بيستخدموا التابلت في المدارس الثانوي، يبقى ايه؟ students use، يستخدم. Number 7. We put paper. بنضع الورق in the before we use it. بنحط الورق في الطبعة قبل ما نستخدمها. الطابعة يعني ايه؟ printer. هنا عندي كلينر عامل نظافة، والتابلت والماوس الفارة، لا انا عايز البرينتر. طب number 8. زياد has got a new MP3 بلاير، يعني عنده مشغل ملفات صوتية MP3A بلاير جديد. Number 9. There is a keyboard space to the laptop. يعني يوجد لوحة مفاتيح بجوار اللابتوب. أنا عندي هنا far بعيد، in front يعني أمام، لازم بعدها of، next بيجي بعدها to، هي دي اللي هنختارها بجوار. وعندي هنا under ما بيجيش بعدها حرف جر، يبقى أنا هختار إيه؟ next to يعني بجوار، يعني في لوحة مفاتيح بجوار اللابتوب. Number 10. I'd like to space a selfie in front of the river. يعني أنا عايز ألتقط صورة سيلفي أمام النهر، اسمها إيه؟ اسمها take a selfie، يلتقط صورة شخصية. Number 11. When the battery of the mobile is low، لما البطارية بتاعت الموبايل بتبقى منخفضة، I can use the A. أستخدم إيه عشان أشحنها؟ بستخدم the charger يعني الشاحن. Number 12. Space on the icon on your laptop. يعني اضغط على الأيقونة اللي في اللابتوب بتاعك، اسمها click on the icon. Number 13. You can use the A to move around the screen of the computer. انت ممكن تستخدم ايه عشان تلف ايه او تتحرك على الشاشة بتاعت الكمبيوتر، طبعا الكلام ده باستخدام الماوس الفارة. الصفحة اللي قدامها page 169 صفحة 169، بردك عندي اسئلة اختيارات. Number 1. My friend asked me، يعني صديقي طلب مني، to him the photos we talk together، ان انا ابعت له الصور اللي التقطناها ايه سويا، يبقى ايه؟ send a him the photos، send ارسل له. Number 2. To get lots of information I a different websites، عشان يعني احصل على كثير من المعلومات انا بنظر لكثير من المواقع الالكترونية، اسمها ايه؟ look at، او المواقع الالكترونية الايه؟ different، المختلف. Number 3. The art teacher، مدرس الرسم، asked us، طلب مننا، to make a plastic of a plane، ان احنا نعمل نموذج بلاستيك لايه؟ لطائرة، اسمها ايه؟ اسمها model، ايه؟ a plastic model of a plane، model، model يعني نموذج. Number 4. We charge the mobile phone a charger، احنا بنشحن التليفون المحمول بالشاحن، يبقى with a charger. Number 5. There is a keyboard، يوجد لوحة مفاتيح،
سبيس تو ذا لابتوب. ايه اللي بيجي بعدها تو؟ حرف الجر اللي بيجي بعدها ايه؟ تو. طبعا عندي هنا نكست، يبقى يوجد لوحة مفاتيح نكست تو ذا لابتوب، بجوار اللابتوب. نمبر 6 I used the internet، انا بستخدم الانترنت to find more ايه about the school projects، عشان الاقي مزيد من المعلومات عن المشاريع المدرسية، يبقى معلومات يعني information. نمبر 7 زياد has got a new MP3 بلاير، يعني عنده مشغل ملفات صوتية جديد بلاير. نمبر 8 he began to look a new job، هو بدأ يبحث عن وظيفة جديدة. أنا عندي هنا إيه؟ look up يعني يبحث عن، معنى كلمة في قاموس look after يعتني بي، look at ينظر إلى، look for يعني يبحث عن. نمبر 9 I like to computer studies it's my favorite subject، يعني أنا بحب أذاكر مادة الدراسات، يعني عشان هي مادة الدراسية المفضلة، يبقى اسمها do computer studies. نمبر 10 I space a letter from my brother who lives in America، يعني أنا استلمت خطاب من أخويا اللي عايش في أمريكا، يعني إيه استلمت يعني received. نمبر 11 we can space a video call with our cousins in England، يعني إحنا ممكن نعمل مكالمة فيديو مع أولاد عمنا اللي في إنجلترا، اسمها make a video call. نمبر 12 computers الكمبيوترات and mobile phones والتليفونات المحمولة are examples of نماذج لإيه؟ subjects المواد الدراسية nature الطبيعة، تكنولوجيا التكنولوجيا، ولا فارمنج زراعة، طبعا نماذج للايه؟ للتكنولوجيا التكنولوجي. نروح على التدريبات اللي في بيج 172 صفحة 172. أول سؤال عندي choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. وطبعا أكتر التدريبات ديت على some يعني بعض و any يعني أي، نخلي بالنا مع بعض أهو، أدي عندي هنا some يعني بعض وهنا any يعني أي. some بستخدمها في الجملة المثبتة بمعنى بعض وفي الطلب وفي العرض، لكن any بستخدمها في النفي وفي الاستفهام بمعنى أي. طيب there a figs in the cupboard، يعني لا يوجد أي تين في الدولاب، في دولاب المطبخ، يبقى there aren't any، لا يوجد أي، لأن هنا any هنا وany هنا ما ينفعش استخدمهم مع الايه إثبات، تمام؟ وارنت سام ما فيش مع سام نفي، يبقى انا ما فيش عندي الاي ارنت اني، لا يوجد اي تيم في ايه في دولاب المطبخ. نمبر 2 زير ويرنت اي كارز ان ذا ديزرت، يعني ما فيش ايه في نفي هنا، يبقى ما فيش اي ايه، ما فيش اي سيارات في الصحراء، يبقى نستخدم اني، احنا قلنا اني نستخدمها للايه للنفي والاستفهام. طب نمبر 3 از ذير، هل يوجد اي ام بي 3 بلاير مشغل ملفات صوتيه، هنقول ايه يبقى is there a an مع mp3 بناخد ايه an، تمام an mp3 player. نمبر 4 you understand well، انت بتفهم كويس because you to me careful، عشان انت بتستمع الان الي بعناية. طب يبقى عندي هنا ده زمن ايه مضارع مستمر am او is او are، والفعل بنضيف له ing، مع you هنقول ايه are listening، انت بتستمع الان الي بعناية. نمبر 5 طبعا التدريبات هنا على في الجزء دوت على المضارع الايه المستمر، الحاجه اللي بتحصل اثناء الكلام. نمبر 5 لوك انظر، ودي من الكلمات الداله على البريزنت كونتينوس اللي هو المضارع المستمر، انظر شوف كده شي ايه ان ذا جاردن، هي بتلعب دلوقتي في الحديقه، شي تبقى از بلاينج. نمبر 6 سبيس زير اني تابلتس on the desk، يعني هل يوجد اي تابلت على الايه على المكتب؟ طبعا هنا عندي ده سؤال، يبقى انا لازم اجيب ايه فعل مساعد في البدايه وتابلتس دي جمع، يبقى هنقول ايه are there. نمبر 7 space and ATM near here، يعني هل يوجد ماكينه صرف الفلوس قريبه من هنا؟ يبقى هنقول ايه طبعا ماكينه صرف الفلوس دي مفرده، يبقى هنقول ايه is there. نمبر 8 there are no flowers in the hall، مفيش اي زهور في الايه في الايه في القاعه، يبقى طبعا زهور هنا جمع، مش هنقول aren't بقى عشان في نو، يبقى هنقول ايه there are no flowers، there are no flowers، هي قامت بايه بدور الايه طبعا النفي. طيب نمبر 9 she space coming to class late، يعني بنقول هي دايما بتيجي دايما متاخره للايه للفصل. طيب الوقت يعني عندي ظرف تكرار اللي هو always،
ودايما بجيب فيرب تو بي اللي هو ام واز وار قبل ظرف التكرار. تمام؟ يبقى هنقول ايه؟ شي از اولويز، دايما بتيجي متاخره للفصل. السؤال الثاني: read and correct the underlined words. هنصحح الكلمه اللي تحتها خط. He is write his lessons now. هو بيكتب الايه؟ الدرس بتاعه، الدروس بتاعته الوقتي الان. ما دام لقيت الان دي يبقى حاجه بتحصل اثناء الكلام، يبقى استخدم زمن المضارع المستمر am او is او are والفعل في ing. يبقى he is a writing، هو يكتب الان. تمام؟ طيب بعد كده نمبر 2: I don't have some friends. انا ما عنديش بعض الاصدقاء ولا ما عنديش اي اصدقاء. طبعا ما دام في نفي هستخدم any، ما عنديش اي اصدقاء. نمبر 3: My kids اطفال play in the garden now. اطفال بيلعبوا الان في الحديقه الان. يبقى am او اذا اقرا الفعل في ing. طيب انا عندي my kids جمع، يبقى هنقول ايه؟ are playing، بيلعبوا الان. are playing. نمبر 4: There is an apple tree in the garden. يعني يوجد شجر التفاح في الحديقة. We need to grow one. احنا عايزين نزرع واحدة. طبعا الكلام معناه ان احنا ما عندناش ايه؟ شجر التفاح في الحديقة، فعايزين نزرع واحدة. يبقى هنقول there ايه؟ هنقول there isn't. بدل is هنخلي انا في ما فيش شجر التفاح في الحديقة. isn't. is not يعني. طيب نمبر 5: These days الأيام دي most people معظم الناس use email instead of writing letters. الأيام دي معظم الناس بتستخدم الإيميلات بدل إيه؟ من كتابة الخطابات. طبعا الأيام ديت يبقى إحنا بنتكلم على إيه؟ مضارع مستمر. يبقى هنقول إيه؟ هنقول are using. البيبول الناس جمع، يبقى are using، بيستخدموا الإيميلات بدل ما يقعدوا يكتبوا جوابات. طب نمبر 6: There isn't no milk in that bottle. يعني مفيش أي لبن في الإزازة. طبعا عندي no هنا قامت بدور النفي خلاص. دي بقول إيه؟ There is no milk. Is. مفيش إيه؟ أي لبن في الإيه؟ في الزجاجة. الصفحة اللي قدامها page 173 صفحة 173. أول سؤال: choose the correct answer. اختار الإجابة الصحيحة. Number 1: I eat chess at the moment. أنا بلعب الآن في هذه اللحظة بلعب شطرنج. ما دام at the moment دي الكلمات اللي تدل على المضارع المستمر، يبقى اختار إيه؟ I am playing، أنا ألعب الآن. Number 2: look انظر، يوسف is a the ball. يوسف بيشوت الكورة الآن، يبقى is a kicking. نمبر 3: space a lot of supermarkets in your city. يعني هل يوجد كثير من السوبر ماركات في مدينتك؟ يبقى ده سؤال، يبقى لازم اجيب الفعل في المساعد في الاول، وانا عندي سوبر ماركتس جمع، يبقى اختار ايه؟ are there. هل يوجد سوبر ماركات كتير في المدينه بتاعتك؟ نمبر 4: my friend ايه his homework now. صديقي بيعمل الان الواجب بتاعه، يبقى ايه؟ او بيطبع الواجب بتاعه الان، يبقى my friend is printing، بيطبع الان. Number 5: there isn't a sugar in my tea. يعني لا يوجد أي سكر في الشاي بتاعي، يبقى there isn't any. Number 6: are there a flowers in your garden. هل يوجد، طبعا ده سؤال، هل يوجد أي زهور في حديقة منزلك؟ يبقى are there any. any بستخدمها في السؤال وفي النفي بمعنى أي. Number 7: where is Hind. أين Hind. she a book in the library. هي بتقرأ كتاب الآن في المكتبة، يبقى is reading. Number 8: would you like a tea. أنا عندي هنا عرض، تحب تشرب بعض الشاي؟ يبقى إيه؟ some tea. في العرض وفي الطلب بستخدم some بمعنى بعض. Number 9: are there any printers. yes there a one. هل يوجد أي برينترات أو طابعات؟ قال لك أيوة في واحدة، طبعا الواحدة دي مفردة، يبقى there is one. السؤال الثاني سؤال التصحيح: she is take a photo at the moment. هي بتلتقط صورة في هذه اللحظة، يبقى she is a taking، مضارع ايه؟ مستمر. Number 2: mom and my sister. ماما واختي make a cake at the moment. بيعملوا الان ايه؟ تورتة او كيكاية، يبقى ايه؟ الاثنين جمع، يبقى are making. are making، بيصنعوا الان. كل ده الاثنين دول في زمن الايه؟ البريزنت كونتينيوس، المضارع المستمر. Number 3: there are any dogs in the park. هل يوجد أي كلاب في الحديقة العامة؟ أنا عندي هنا ده سؤال، يبقى لازم أجيب الفعل المساعد في الأول، يبقى نقول إيه؟ are there. طيب بعد كده Number 4:
there aren't some computers. ما فيش بعض الكمبيوترات ولا ما فيش أي كمبيوترات. المفروض أي كمبيوترات يبقى any. يعني بستخدمها في النفي. طيب number five. There are a lot of sand in the desert. يعني يوجد الكثير من الرمل في الايه؟ في الصحراء. طبعا الرمل ده بيعامل معاملة المفرد يبقى نقول ايه؟ there is. طيب he is busy. هو مشغول at the moment في هذه اللحظة. he talks to a friend. بيتحدث الآن مع صديق يبقى ايه؟ is a talking. is talking. بعد كده نروح على التدريبات اللي في بيج 175 صفحة 175، ودي تدريبات على lessons 1 و 2، التدريبات على الدرس الأول والثاني من unit 4 من الوحدة الرابعة. أول سؤال complete the following dialogue، أكمل المحادثة التالية. جودي is talking to ليلى on the phone. جودي بتتكلم مع ليلى في التليفون، فبتقول لها هاي ليلى، مرحبا يا ليلى، وير ار يو، أين أنت؟ طبعا لما بيجي لي سؤال المحادثة دوت أنا لازم يا أولاد بقرأه كويس أول أول، بعد كده قبل ما أحل أي حاجة طبعا، ولازم أقرأ العنوان اللي بتقيل دوت عشان ده بيبين لي الحوار بيدور عن إيه وأشوف مين بيكلم مين. هنا جودي قلنا بتتكلم مع ليلى في التليفون، فجودي وليلى أصدقاء، بتقول لها مرحبا يا ليلى، وير أر يو، أين أنت؟ فقالت هاي جودي، مرحبا يا جودي، أي أم إن ذا بارك، أنا في الحديقة العامة، ويز ماي إيه، مع مين؟ هنشوف. بعد كده قالت لها وات أر يو دوينج زير، بتعملي إيه هناك؟ فقالت أي أم كذا under a tree، تحت شجرة، it's very sunny، الجو مشمس. قالت لها are your brother sitting too، هل أخوك قاعد هو كمان؟ يبقى أنا عرفت من هنا إن هي راحت مع إيه؟ مع إيه؟ أسرتها. تمام كده، عشان الكلام على الإيه؟ أسرة، في mother وفي brother، يبقى أقول لها إيه؟ I am in the park with my family، رحت أنا يعني الوقت في الحديقة العامة مع أسرتي. يبقى أول كلمة عندي إيه ناقصة؟ family. What are you doing there، بتعملي إيه هناك؟ قالت I am إيه؟ under a tree، أنا قاعدة تحت شجرة الآن، يبقى I am sitting، أنا قاعدة تحت شجرة الآن، it's very sunny، الجو مشمس جدا. Are your brothers sitting too، أخوكي كمان قاعد تحت الشجرة؟ فقالت no، زي إيه؟ أخواتك الصبيان قاعدين كمان تحت الشجرة؟ قالت no، they aren't، لا أخواتي الصبيان مش قاعدين معايا تحت الشجرة، they are playing إيه؟ football، بيلعبوا كرة قدم. بعد كده قالت لها إيه؟ your dad playing football with them، يعني هل باباكي بيلعب معاهم كرة قدم؟ هنقول هنا ايه ده سؤال، هنقول is، هل باباكي بيلعب معاهم كرة قدم؟ فقالت no he isn't، لا he is working today، هو النهارده بيشتغل، but my uncle حسن، لكن عمي حسن ايه فوتبول، بيلعب كرة قدم، يبقى is playing. طيب بعد كده قالت لها ايه is your mother doing، فقالت لها she is bringing me a bottle of water، يعني بتقولها مامتك بتعمل ايه دلوقتي؟ قالت لها هي بتحضر لي زجاجه من الماء، يبقى ايه ماء او ماذا يعني وات، ماذا تفعل؟ وات. نمبر 2 السؤال الثاني تشوز ذا كوريكت انسر، اختار الاجابه الصحيحه. اي ويل ايه يو ا كوبي اوف ذا فايل، انا هبعت لك نسخه من الملف، يبقى اي ويل سند يو ا كوبي اوف ذا ايه فايل. نمبر 2 زي ار تيكينج ايه، I am sending you one of their photos now، هبعت لك واحدة من الصور بتاعتهم، يبقى هما بيلتقطوا صور ايه شخصية، يبقى taking a selfies. Number three, my sister is doing her homework. We have a good printer. يعني أختي بتطبع الواجب بتاعها الآن، إحنا عندنا طبعة جيدة، يبقى she is a printing، بتطبع الآن. Number 4 my brother اخويا is at many websites to get much information، يعني اخويا بيتصفح او بينظر الى العديد من المواقع الالكترونيه عشان يحصل على ايه كثير من المعلومات، يبقى ايه looking at. Number 5 there was a pavement in front a the hospital، يعني كان يوجد رصيف امام المستشفى اسمها ايه in front of. Number 6 I usually play video games، انا عادة بلعب العاب الفيديو ايه my laptop، على اللابتوب بتاعي يبقى on my laptop. Number 7 we can't move through computer screens، لا نستطيع التحرك خلال شاشة الايه او في الشاشة بتاعة الكمبيوتر، يعني without using ايه، من غير ايه، ما اقدرش اتحرك في الشاشة من غير الماوس. الفورة قلبنا الصفحة صفحة 176، مكملين في سؤال الاختيارات. There is any tea in the teapot، يعني مفيش في البراد بتاع الشاي مفيش ايه اي شاي، يبقى there isn't، الشاي بيعامل معاملة الايه المفرد. طيب number 9 there is milk in the fridge، يعني يوجد بعض اللبن في التلاجة، يبقى there is some.
Number 10, my son ابني ايه on the phone right now. ابني بيتكلم الان في التليفون، يبقى is a talking. بعد كده سؤال التصحيح، are there some new buildings near your school؟ هل يوجد المفروض اي مباني جديدة جنب المدرسة بتاعتك؟ يبقى طبعا في السؤال استخدم بدل some ايه any، يعني اي. Number 2, would you like any cup of tea؟ ده طبعا عرض، وبقول له هل تريد بعض الشاي؟ يبقى بدل إني هتبقى ايه سام. نمبر 3، عبده هيلبس مي، عبده بيساعدني with my homework في الواجب بتاعي، في حل الواجب بتاعي at the moment، في هذه اللحظة حاجة بتحصل الآن، يبقى مضارع مستمر، يبقى بدل ما نقول هيلبس نقول ايه is helping، بيساعدني الآن في عمل واجبي is helping. نمبر 4، be quiet، اهدأ، جون sleeping، جون نايم دلوقتي، يبقى ايه is sleeping. السؤال الرابع، write a paragraph، اكتب paragraph او فقرة انشائية of about 80 words on، من 80 كلمة عن التكنولوجيا، عن التكنولوجيا. تعال نشوف كتبنا ايه مع بعض. لما باجي احل سؤال الباراجراف انا بجيب طبعا، انا بحل في كراسة اجابة السنة دي، فبكتب في اعلى صفحه كده بكتب عنوان الباراجراف بتاعي، مثلا هنا تكنولوجي، واحطه بين علامتين تنصيص، ببدا الباراجراف بسيب مسافه كلمه كده في البدايه، وببدا بحرف كابيتال، وما بين كل جمله وجمله بحط فول ستوب بنقطه، وببدا الحرف اللي بعد النقطه حرف كابيتال، وبين كل كلمه وكلمه بسيب مسافه كده عشان خاطر الكلام يبقى واضح، وايه واللي بيصحح يعرف يقرا. تكنولوجي، التكنولوجيا plays a very important role، بتلعب دور مهم in our life، في حياتنا. It makes our life better، بتخلي حياتنا أفضل، easier، أسهل، and more comfortable، وأكثر راحة. We use it every many different ways، إحنا بنستخدمه في العديد من الطرق المختلفة أو المجالات المختلفة. I use my tablet، أنا بستخدم التابلت بتاعي to study my lessons، عشان أذاكر دروسي. I use my mobile phone، بستخدم التليفون المحمول بتاعي to play games، عشان ألعب ألعاب. My father uses the computer، بابا بيستخدم الكمبيوتر to do his work، عشان يقوم بعمل بيقوم بالعمل بتاعه يعني. My mom، مامتي uses her mobile، بتستخدم التليفون المحمول بتاعها to talk to her family، عشان تتحدث مع أسرتها. Computers، الكمبيوترات، موبايلز، التليفونات المحمولة، and the internet، والإنترنت، are the most important modern technology، يعني من أهم الوسائل التكنولوجية الحديثة يعني in our life، في حياتنا. We use them، بنستخدمهم فين؟ at schools، في المدارس، factories، المصانع، hospitals، المستشفيات، and the banks، في هنا بس إيه إس، في المستشفيات وفي البنوك. خلصنا التدريبات على lessons 1 و 2 على الدرس الأول والثاني من الوحدة الرابعة، هنبدأ في الدرس الثالث والرابع. Page 183، صفحة 183، عندي أسئلة اختيارات. She is good ballet dancer، هي راقصة باليه جيدة. Number 2، my school is a white shirt and blue pants، يعني الزي الموحد بتاع مدرستنا هو قميص أبيض وبنطلون لونه أزرق، زي موحد يعني uniform. Number 3، what time is that program؟ يعني امتى، في اي وقت بيبدا البرنامج دوت؟ يبقى هنقول ايه؟ يبقى on. يبقى what time is the program on؟ يعني في اي وقت بيشتغل البرنامج ده او بيبدا البرنامج بيشتغل يعني. طيب number 4، my mother، مامتي always دايما to me when I go to school، ماما دايما بتلوح لي بايديها باي باي يعني لما اكون رايح المدرسه، يبقى waves. Number 5، I need to buy a new A because I want to know the meaning of many words، أنا عايز أعرف معاني كثير من الكلمات، يبقى أنا عايز أشتري إيه؟ dictionary، يعني قاموس. Number 6، there is a an space standing on your leg، في إيه واقف على إيه؟ على رجلك. ويل، حوت، شارك، سمكة قرش، إليفانت، فيل، ولا إنسكت، حشرة؟ طبعاً إيه؟ إنسكت، حشرة. Number 7، my grandfather، جدي always دايما me some advice، جدي دايما بيعطيني بعض النصائح، يبقى ايه gives، بيعطيني. Number 8، I can't write this pencil، انا مش عارف اكتب بالقلم دوت، يبقى ايه with this pencil. Number 9، I can't answer that it's very difficult، انا مش عارف احل اللغز دوت عشان صعب قوي، يبقى ايه puzzle، puzzle يعني لغز.
نمبر 10 young people الشباب spend بياخدوا long time وقت طويل listening to music في السماع الموسيقى. ايه زير ام بي 3 بلاير في مشغل ايه الاسطوانات او مشغل الملفات الصوتيه بتاعهم يبقى بياخدوا على يبقى ايه ايه اون. طب نمبر 11 بي كيرفول كون حذر نوت تو ايه ذا بليتس اوعى توقع الاطباق او تسقط منك الاطباق يبقى دروب. نمبر 12 اي سبيس يو ار رايت يعني انا بخمن ان انت على صواب يبقى اي جس. نمبر 13 ماي براذر اخويا از ايه ا كايت ان ذا بورد اخويا بيطير طياره الان في الحديقه العامه يبقى از فلاينج. نمبر 14 يو شود ايه ا هوبي تو دو يعني انت ينبغي عليك يكون عندك هوايه عشان تمارسها يبقى يو شود هاف. قلبنا الصفحه بيج 184 صفحه 184 سؤال تشوز اختيارات. يسترداي بالامس واز ا وارم اي داي يعني كان يوم مشمس دافي يبقى ايه ساني. طبعا مش هيبقى سنوي ولا في تلج ولا ريني ممطر ولا كولد بارد لا ما دام وارم دافي يبقى صاني. نمبر 2 ذير از ان انترستنج اي اون تلفزيون تونايت يعني في برنامج شايك الليله في التلفزيون او على التلفزيون يبقى ايه برنامج يعني بروجرام. نمبر 3 ا جود بوك كتاب كويس از ذا ايه فريند الكتاب كويس افضل ايه صديق يبقى از ذا بيست فريند. Number 4 the teacher smiled at me when I answered well يعني المدرس ابتسم لي لما جاوبت ايه اجابه جيده يبقى smiled at. Number 5 we usually talk and play a break احنا دايما بنتكلم وبنلعب at break في الفسحه. Number 6 new a makes our life easier جعلت حياتنا اسهل and more comfortable واكثر راحه طبعا دي new a technology التكنولوجيا الحديثه. Number 7 students الطلبة should a notes in the class يعني ينبغي عليهم ان هم يدونوا ملاحظات في الفصل يبقى اسمها take notes. Number 8 never a to your friend during lessons ما تتكلمش ابدا مع صديقك اثناء الايه الحصص يبقى ايه هنقول never talk. Number 9 while you a the tea into the garden يعني ممكن تحضر لي الشاي في الحديقة يبقى bring يحضر. Number 10 I love A I like watching trees بحب اتفرج على الاشجار animals الحيوانات and the flowers والزهور يبقى انا بحب ايه التكنولوجيا ولا الالعاب ولا النيتشر الطبيعه ولا سبورت الرياضه بحب النيتشر الطبيعه فبتفرج على ايه الاشجار والحيوانات والزهور. Number 11 do you want to go out or a home تحب تخرج ولا تمكث في البيت تقعد في البيت يبقى اسمها stay a home. Number 12 can you bring me a please ممكن تجيب لي مشروب من فضلك مشروب يعني drink. نروح على صفحة 186 سؤال اختيارات. He a English he has a math test يعني هو بيذاكر دلوقتي انجليزي عشان عنده امتحان رياضيات ولا مش بيذاكر انجليزي دلوقتي عشان عنده امتحان رياضيات المفروض ان هو مش بيذاكر انجليزي يبقى isn't studying مش بيذاكر انجليزي عشان هو عنده امتحان رياضيات. Number 2 is she a with a pen or a pencil يعني هل هي بتكتب بقلم حبر ولا قلم رصاص يبقى ايه ما دام في ايزي يبقى اختار رايتنج هي بتكتب دلوقتي بايه باي نوع من انواع الالي. نمبر 3 وير a going now يعني هي هدير رايحه فين دلوقتي ما دام في going اهو يبقى نختار ايه از ايه از هدير وير از هدير going now هدير رايحه فين دلوقتي. نمبر 4 it a it's sunny now يعني مش بتمطر ده الجو مشمس الان يبقى isn't a isn't raining. نمبر 5 are you a the tablet قالك يا سيام هل انت بتستخدم التابلت قال له ايوه بستخدمه يبقى are you using. نمبر 6 is the students in your class working يعني ماذا يفعل الطلبه الان في الفصل بتاعك طبعا ده سؤال يبقى هجيب ايه الطلبه جمع يبقى اجيب are في الاول. Number 7 هيثم isn't sleeping هيثم مش نايم he a watching a film at the moment هو الوقت بيشاهد ايه فيلم يبقى he a he is. Number 8 what are you at the moment انت بتعمل ايه دلوقتي تمام ده مضارع ايه مستمر يبقى what are you doing. Number 9 what book a now Gilbert's Travels يعني ايه الكتاب اللي انت بتقراه دلوقتي قال رحلات ايه او مغامرات جيلبرز يبقى ايه هنقول What book are you reading? السؤال الثاني read and correct سؤال تصحيح
Who is she talk to now? هي بتتكلم مع مين الآن؟ يبقى إيه؟ Talking. Number two. Is he sits down? هل هو قاعد؟ يبقى sitting down. هل هو قاعد الآن؟ Number three. Are Muhammad feeling tired? هل محمد بيشعر بالتعب؟ محمد هياخد is. طيب عشان is للمفرد وare للجمع. طب number four. Does your brother sleeping now? هل أخوك نايم الآن؟ أخوك طبعا هينسأل عنه بإيه؟ بإز. هل هو ينام الآن؟ طيب number five. Why I am staying at home؟ هو أنا ليه قاعد في البيت الوقت؟ أنا عندي ده سؤال. المفروض بعد أداة الاستفهام بجيب الفعل المساعد وبعدين الفعل، يبقى أنا هشقلب هنا، يبقى Why am I؟ ليه أنا قاعد في البيت دلوقتي؟ طيب number six. Fatma is using any technology؟ وده سؤال، يعني بنقول هل فاطمة بتستخدم أي تكنولوجيا؟ يبقى أنا برضك هعمل عملية إيه؟ هشقلبهم، هجيب الفعل المساعد في الأول وبعدين الفعل، بقول إيه؟ Is Fatma. الصفحة اللي قدامها صفحة 187 أو سؤال تشوز اختيارات. فارس سبيس doing his computer studies homework، يعني فارس بيعمل وقتي واجب الكمبيوتر بتاعه، مادة الكمبيوتر، يبقى فارس is. Number two. Is he is the lunch at the moment؟ هل هو بيتناول غداءه الآن في هذه اللحظة؟ يعني يبقى is he eating. Number three. كل طبعا الأسئلة دي في زمن الـ present continuous، في زمن المضارع المستمر، am أو is أو are، والفعل بنضيف له ing. Number three. What a watching on TV؟ يعني أنت بتتفرج على إيه في التلفزيون؟ يبقى what are you. Number four. Space listening to rock music؟ يعني هل هي بتستمع لموسيقى الروك؟ يبقى هنقول ايه؟ ده سؤال، يبقى هجيب ايه؟ is في الايه في الاول، يبقى هنقول is she. Number five. Are مها and Sammy watching TV؟ هل مها وسامي بيتفرجوا على التلفزيون؟ No ايه؟ والاثنين جمع، يبقى نقول no they aren't، لا مش بيتفرجوا. Number six. Listen استمع space playing the guitar، يعني هو بيعزف على الجيتار الان، يبقى he is. Number seven. These aren't studying Arabic now، يعني احنا مش بنذاكر عربي دلوقتي، يبقى ايه؟ we، لان I لازم يجي بعدها، هيجي هنا isn't، لو كده وشي برضك isn't وهي isn't، ما بيذاكرش دلوقتي، لكن هنا aren't، aren't دي مع الجامعة، يبقى نستخدم ايه؟ we aren't studying Arabic now، مش بنذاكر عربي دلوقتي. Number eight. They space not traveling to work at the moment they are at home، هم مش مسافرين للعمل الآن في هذه اللحظة، هم قاعدين في البيت. طبعا انا عندي هنا هنقول ايه؟ they are not، طبعا في not هنا فمش هقول aren't بقى، لا هقول are عشان not موجوده. طب number 9. look out of the window، يعني بص من الشباك، ايه؟ raining outside، هل هي بتمطر في الخارج؟ يبقى is it، طبعا ده سؤال، تمام، يبقى هنقول ايه؟ is it، هي number A. السؤال الثاني read and correct، هنصحح الخطا. ميرا doesn't studying English now، ميرا مش بتذاكر دلوقتي لغة إنجليزية، ميرا دي مفردة، يبقى نقول إيه؟ طبعا ده مضارع مستمر، يبقى نقول إيه؟ isn't، يبقى عندي هنا ميرا isn't studying English now. Number two. What is Nadia cook now؟ نادية بتطبخ إيه دلوقتي الآن؟ يبقى إيه؟ هنحط فعل أي نجي، يبقى cooking. Number three. تامر is walking، تامر ماشي، he is running، بيجري، لا المفروض نقول تامر مش بيمشي، لا ده بيجري، يبقى نقول ايه؟ تامر isn't walking، مش بيمشي، ده بيجري. Number four. Please be quiet، من فضلك اهدأ، the children، الأطفال نايمين، والأطفال جامعة، يبقى نقول are sleeping، نايمين دلوقتي، are sleeping. Number five. Are they coming to your party؟ هل هم هيجوا الحفلة بتاعتك؟ No they aren't، لا مش هيجوا. Number six. Are you taking a selfie؟ هل انت تلتقط صورة شخصية؟ No I am not writing an email، بيقول لا انا بكتب ايميل، يبقى I am بس. نروح على page 189 صفحة 189، وعندي two dialogues، محادثتين. اول حاجة عندي مالك wants to know What ياسر is doing now؟ مالك عايز يعرف ياسر بيعمل ايه الوقت. فمالك بيقول ايه؟ هلو ياسر، مرحبا يا ياسر، are you free right now؟ هو انت مشغول دلوقتي؟ فرد عليه بعد كده قال what are you doing at the moment؟ انت بتعمل ايه دلوقتي؟ فطبعا اكيد رد عليه ان هو ايه؟
مش فاضي الوقت. هو بيقول له انت فاضي دلوقتي؟ هيقول له ايه؟ No, I am not. No, I am not. انت فاضي دلوقتي؟ لا. قال له what are you doing at the moment؟ طب انت بتعمل دلوقتي؟ يبقى what are you doing؟ قال له I am writing an email. انا بكتب email to my friend، لصديقي. قال له ايه you writing an email to him؟ قال له to tell him about my new job، عشان اخبره عن وظيفتي الجديدة. يبقى هو هيقول له ليه انت بتكتب له ايه email دلوقتي؟ يبقى why are you writing an email to him؟ بتكتب له ليه email؟ قال له عشان اخبره عن وظيفتي الجديدة. Are you using the computer؟ هو انت بتستخدم الكمبيوتر؟ فقال له no I am not. لا using the computer، لا مش بستخدم الكمبيوتر. قال له what are you using then؟ طب انت بتستخدم ايه عشان تبعت الايميل ده؟ قال له I am a my laptop، انا بستخدم الان اللابتوب بتاعي. يبقى ايه using؟ استخدم الان. الديالوج الثاني، المحادثة الثانية، راندا اسكس فريدة. راندا بتسأل فريدة about what she is doing، هي بتعمل ايه دلوقتي. هاي فريدة، مرحبا يا فريدة. هاي راندا، مرحبا يا راندا. what are you doing at the moment؟ بتعملي ايه دلوقتي في هذه اللحظة؟ فقالت I am looking at a، ببص في ايه؟ قالت لها a website، موقع الكتروني. يبقى هي بتقول لها ايه؟ انا بنظر في ايه؟ a website، في موقع الكتروني. website، فهي قالت لها موقع الكتروني. سألتها سؤال، فقالت لها because، بسبب I want to a cake. فهي هتقول لها ليه بتبص في موقع الكتروني؟ why، لماذا؟ قالت لها because I want to a to make a cake، انا عايزه اعمل كيكايه او تورتايه. فقالت لها a cake why، ليه هتعملي تورتايه؟ قالت for our daughter's a party، عشان حفله ايه؟ عيد ميلاد ايه بنتي. طبعا عشان هي قالت لها هنا happy birthday، بقت تقول لها ايه؟ انا هعمل for our daughter's birthday day، عشان انا هعمل تورتايه عشان حفله عيد ميلاد بنتي. قالت لها that's great، ده حاجه عظيمه، happy birthday for her، كل ايه، كل يعني عيد ميلاد سعيد ليها. فقالت لها ايه thank you، شكرا. نروح على التدريبات اللي في صفحة 191، ودي تدريبات على lessons، على الدروس 3 و 4، درس الثالث والرابع من unit 4 من الوحدة الرابعة. أول سؤال بيبقى عندي في الامتحان listen and choose the correct answer from A, B, C or D. أول سؤال بيبقى عندي في الامتحان سؤال listening، سؤال استماع، ويبقى عليه 4 marks، 4 درجات. المستر هيدخل يقولك فقرة مرة أو مرتين، وانت بعد كده بتحل الأسئلة. المفروض إن هو قبل ما يدخل بيكون انت قاري الأسئلة والإجابات، عشان وهو بيقرأ الفقرة تبقى انت مركز. طب استمعوا معايا الفقرة كده. I love technology، أنا بحب التكنولوجيا. My favorite hobby، هوايتي المفضلة is playing video games، هو لعب ألعاب الفيديو. I usually play them، عادة بلعبهم. On my laptop، على اللابتوب بتاعي. But sometimes، لكن أحيانا. I play them on my mobile phone، بلعبهم على التلفون المحمول بتاعي. طب أول سؤال what do you love، بتحب إيه؟ هو قال التكنولوجي، التكنولوجيا. what is your favorite hobby، إيه هوايتك المفضلة؟ playing إيه video games. how often do you play on your laptop، يعني بتلعب كم عدد المرات اللي بتلعب فيها على اللابتوب بتاعك؟ فهو قال لك usually عادة. Number 4. How often do you play on your mobile phone؟ يعني كم عدد المرات اللي بتلعب فيها على التليفون المحمول؟ فقال sometimes، أحيانا. Number 2. السؤال الثاني سؤال choose، اختيارات. All men، كل الرجال in the restaurant، اللي في المطعم، where، بيرتدوا a blue uniform، لونه أزرق، blue uniform. طبعا دول شغالين في الايه، في المطعم، فبيلبسين زي موحد يعني. Number 2. She is eggs on the way home، هي أسقطت البيض في طريقها للبيت. يبقى she a dropped، أسقط. Number 3. When you want to ask a question، لما تكون عايز تسأل سؤال، you should a your hand up، يعني ينبغي ان انت ايه put your hand up، ترفع ايدك. Number 4. We asked the waiter، يعني طلبنا من الجرسون to a us a cold drink، ان هو يحضر لنا مشروب بارد. يبقى bring، يحضر. Number 5. At break، في الفسحة، students، الطلبة، don't like to a in the classroom، ما بيحبوش يقعدوا في الفصل، يبقى ايه stay. Number 6. I like a under a tree at the park، انا بحب اقعد تحت شجرة في الحديقة العامة. يبقى I like، بعدها الفعل في ing، ايه طبعا sitting. طيب Number 7. I must talk a you after the lesson، انا يعني يجب ان انا اتكلم معاك بعد الايه، بعد الدرس. يبقى ايه talk to. قلبنا الصفحة، صفحة 192، مكملين في سؤال الاختيارات. Is this man a tea، هل هذا الرجل بيشرب شاي؟ يبقى مادام في إز يبقى نقول إيه drinking.
Number 9, I space not using the dictionary. أنا مش بستخدم القاموس. يبقى I am not. Am. Number 10, مها and عمر. مها وعمر إيه at the moment. مها وعمر مش بيغنوا الآن. يبقى aren't singing. هم دول إيه جمع. يبقى aren't singing. مش بيغن. بعد كده السؤال بتاع تصحيح. Number 1, does Hani listening to music? هل هاني بيستمع الموسيقى؟ طبعا ده مضارع مستمر. يبقى هسأل مع هاني المورد. هسأل بإز. Number 2, I read a short story. I am reading a scientific book. أنا بقرأ كتاب علمي مش بقرأ قصة. يبقى am not reading. Am not reading. مش بقرأ. بعد كده عندي number 3, we aren't play computer games. إحنا مش بنلعب ألعاب كمبيوتر. بعد aren't هيجي الفعل في ing. يبقى إيه؟ playing. Number 4, they are reading today's newspaper. هم بيقروا جريدة النهاردة. They are watching TV. بيشاهدوا التلفزيون. لا, هم مش بيقروا جريدة النهاردة. يبقى نقول إيه؟ aren't. بعد كده السؤال الرابع. write a paragraph. هنكتب باراجراف عن what you are doing at home now. أنت بتعمل إيه دلوقتي في البيت؟ طبعا لما بيكون عندي هنا يو في عنوان الباراجراف بحوله الاي. يعني هنا هنقول ايه؟ what I am doing at home now. انا بعمل ايه في البيت دلوقتي. تعالوا نشوف كتبنا ايه. today اليوم is friday. النهاردة الجمعة. it's my weekend. دي عطلة نهاية الاسبوع بتاعتي. and I am staying at home. وانا قاعد في البيت. to help my mom. عشان اساعد ماما. I am helping mom. انا بساعد ماما with the housework. في عمل المنزل. I am sweeping the floor. أنا بكنس الأرضية. I am cleaning the kitchen. وبنظف المطبخ. I like reading short stories. أنا بحب أقرأ قصص قصيرة. At my weekend. في عطلة نهاية أسبوعي. After lunch. بعد الغداء. I am helping mom. أنا بساعد ماما. Cook the lunch. في إيه؟ في طبخ إيه؟ طعام الغداء. We are cooking fish and rice. بنطبخ رز وسمك. My father is watering the garden. بابا بيروي حديقة المنزل. I like my weekend very much. أنا بحب عطلة نهاية أسبوعي جدا. خلصنا التدريبات اللي على الدرس الثالث والرابع من الوحدة الرابعة. هنبدأ في الدرس الخامس والسادس. Page 197 صفحة 197. سؤال choose اختيارات. Can you show me how to eat tea? ممكن توريني ازاي بتعمل شاي؟ يبقى can you show me how to make tea? Number 2, if you listen carefully to my A, لو انت بتستمع بعناية ال A, it's save you sometimes. هتنجيك احيانا او هتنقذك احيانا. لو انت بتستمع لإيه؟ لمعلوماتي، لرسائلي، للايقونات بتاعتي، ولا الانستراكشنز التعليمات. يبقى لو بتستمع بعناية للانستراكشنز للتعليمات بتاعتي ممكن ايه تنقذك في بعض الايه الاحيان. Number 3, a is a word عبارة عن كلمة or numbers او ارقام. You used to go onto a website. بتستخدمها عشان تدخل على موقع الكتروني. طبعا ديت الايه كلمة المرور او كلمة السر اللي هي الباسورد. عندي هنا كي وورد كلمة مفتاحية. كروس وورد كلمة متقاطعة. سيكرت سر لا اسمها باسورد كلمة المرور او كلمة السر. بعد كده عندي number 4, I'll give you my address and telephone number. هديك عنواني ورقم تليفوني. Number 5, the story is very interesting to me. I like it very much. يعني القصة بتبدو لي انها شيقة جدا. انا بحبها قوي. تمام. يبقى ايه؟ looks. looks ايه؟ very interesting. تبدو شيقة جدا. Number 6, you shouldn't tell strangers. ينبغي عليك ان انت ما تخبرش الغرباء. about your information. على المعلومات الشخصية بتاعتك. personal information. Number 7, I was ايه when Layla didn't come back at the usual time. يعني انا قلقت لما ليلى ما جاتش في الميعاد المعتاد. يبقى ايه؟ worried. يقلق. Number 8, the flowers make the garden look fantastic. يعني الزهور الملونة أو زاهية الألوان colorful جعلت الحديقة مدهشة. Number 9, I used the electric A to make a cup of tea. أنا بستخدم الغلاية الكهربائية عشان أعمل إيه؟ أعمل شاي. يبقى إيه؟ كاتل. بعد كده number 10, he will live in England. هو عايش في انجلترا. for the end of his life. باقي حياته. for the rest of his life. Number 11, laptops. اللابتوبات are examples. عبارة عن أمثلة. a new technology.
يبقى examples ايه of امثله للايه للتكنولوجيا الحديثه. نمبر 12 last year السنه اللي فاتت I went to a new school رحت مدرسه جديده and a friends وكونت صداقات made friends with lots of students there مع طلبه كتير هناك. قلبنا الصفحه صفحه 198 وعندها اسئله اختيارات. مستر عمرو is very a with his students everyone likes him كل الناس بيحبوا مستر عمرو عشان هو ايه عشان هو popular يعني محبوب. طيب بعد كده نمبر 2 when do you usually a from school يعني امتى انت بترجع للبيت من مدرستك اسمها ايه come home. نمبر 3 if your friend tells you a secret لو صديقك اخبرك بسر you should a it يعني ينبغي عليك ان انت تحافظ عليه يبقى ايه keep it. نمبر 4 write a for how to make a cup of tea اكتب تعليمات ازاي تعمل فنجان شاي يبقى ايه تعليمات يعني instructions. نمبر 5 please put a tea into my glass حط من فضلك باكو شاي او كيس شاي يعني في ايه في كوبايتي كيس شاي يبقى ايه a tea bag. طيب بعد كده عندي نمبر 6 it is important to a safe online يعني من المهم ان انت تبقى امانا على الانترنت يبقى اسمها stay safe يبقى امان. نمبر 7 don't send your a information بترسرش المعلومات البيرسونال الشخصيه بتاعتك to anyone لاي حد you don't know لحد ما تعرفوش. نمبر 8 he started boiling هو بدا يغلي الووتر الميه في الغلايه in the kettle to make tea عشان يعمل شاي for the guests للضيوف. نمبر 9 the A of the page was in a large letters يعني العناوين الرئيسيه اللي في الصفحه كانت باحرف كبيره اسمها ايه heading عناوين رئيسيه. نمبر 10 ماهر left the room ماهر غادر الغرفه for a moment للحظه to a phone call عشان يجري مكالمه او يرد على مكالمه ايه صوتيه يبقى answer to answer a phone call عشان يرد على المكالمة الصوتية. نمبر 11 زي a poster about their favorite players هم عاملين ملصق للاعبهم الرياضي المفضل يبقى a made a poster. طيب نمبر 12 our English book كتابنا الانجليزي a interesting شيك so lots of people use it يعني يبدو شيك عشان كده ناس كتيرة بتستخدمه يبقى a looks interesting. نروح على بيج 200 نروح على صفحة 200 أول سؤال عندي تشوز اختيارات A careful you almost dropped your coffee أنت وقعت أغلب القهوة بتاعتك يبقى كون حذر اسمها be careful كون حذر. نمبر 2 A me your phone number so that I can call you يعني أعطيني رقم تليفونك عشان بالطريقة دي أنا ممكن إيه أتصل بيك يبقى give me. نمبر 3 space write on your desk keep it clean يعني ما تكتبش على المكتب بتاعك خليه نظيف. طبعا انا لما اجي ادي امر منفي اقول للايه للي قدامي لا تفعل يعني don't write ما تكتبش على المكتب. نمبر 4 a make friends with people you don't know ما تتونش صداقات مع ناس ما تعرفهاش برضك امر منفي بقول ايه don't make friends ما تعملش صداقات مع ناس ما تعرفهاش. نمبر 5 A piece of cake قال لك thanks يبقى هيقول له ايه تناول قطعة من الكيك فهيقول له شكرا طبعا هنا بقى أمر مثبت يبقى have. Number 6 Space a few minutes preparing yourself for exercise يعني اقضي وقت أو خد وقتك كده قبل التمرين استعد ليه يعني تمام يبقى هنقول ايه spend a few minutes preparing yourself خد وقت قبل التمرين تعد الايه تعد نفسك عشان التدريب. نمبر 7 your dad باباك is sleeping name don't a him up لا توقظه يبقى don't يجي بعدها الفعل في المصدر يبقى don't wake. نمبر 8 I am sorry انا اسف I didn't hear you ما سمعتكش please a that again من فضلك قول الكلام ده تاني يعني يبقى say that again. طيب نمبر 9 A say unkind things to your friends ما تقولش ايه ابدا اشياء سيئه لاصدقائك تمام ما تقولش حاجات مش كويسه لصحابك يبقى never ابدا لا تقول. السؤال الثاني سؤال كوريكت التصحيح not eat too many crisps ما تاكلش مقرمشات كتير they are unhealthy هي مش صحيه طبعا انا ما اجي ادي امر منفي اقول ايه don't لا تفعل don't eat يعني هنا لا تاكل ايه الكثير من المقرمشات.
نمبر 2 كيم هير بليز علي، تعالى هنا من فضلك يا علي. هنا امر مثبت اقول له على طول ببدا بالفعل في المصدر يبقى كم هير. نمبر 3 فيرست، اولا putting some water in the kettle، اول حاجه حط شويه ميه في الايه الغلايه. طبعا انا هنا بديك ايه instruction تعليمات، يبقى الفعل في المصدر يبقى put بس. نمبر 4 doesn't come late for work، ما تجيش متاخر على العمل، يبقى ده امر ايه منفي، يبقى اقول له don't come، ما تجيش متاخر don't. نمبر 5 sit down اجلس and open your book، وافتح كتابك open بس، عشان ده امر مثبت فعل في المصدر. نمبر 6 بليز من فضلك do that again it's too bad، يعني من فضلك ما تعملش كده تاني، دي حاجه سيئه جدا، يبقى don't do، لا تفعل. الصفحه اللي قدامها صفحه 201، ودي تدريبات على lessons 5 و 6 على الدرس الخامس والسادس من يونت 4 من الوحده الرابعه. اول سؤال complete the following dialogue، اكمل المحادثه التاليه. سعاد وانت ساره، سعاد عايزه ساره to show her how to send a text message، عايزه توريها ازاي تبعت رساله نصيه. هاي ساره، مرحبا يا ساره، I want you to help me، انا عايزك تساعديني. هتلاقي اوكي ايه do you want، ماذا تريدين، what do you want. فقالت لها I bought this mobile، انا اشتريت التليفون ده فون يسترداي، انا اشتريت التليفون المحمول ده امبارح. فقالت لها great news، اخبار عظيمه. What is the problem، ايه المشكله؟ فقالت لها I can't send a message، مش عارفه ابعت رساله نصيه، يبقى text message text. فقالت لها ايه tap the message icon، قالت لها اول حاجه دوسي على الايقونه بتاعت الرسائل، يبقى first اول حاجه اولا. قالت لها اوكي what a next، يعني اعمل ايه بعد كده، ما زي ينبغي ان افعل بعد ذلك، what a should I do، should I do، اعمل ايه بعد كده. قالت لها tap the name of the person، يعني اكتب اسم الشخص. that's easy، ده حاجة سهلة. like this، زي كده. فقالت لها that's right، حسنا. then a you text message، يعني بعد كده ابعتي رسالة send. السؤال الثاني سؤال تشوز الاختيارات. I a lot of friends in my new school، يعني انا كونت صداقات كتيره في مدرستي الجديده، يبقى made a lot of friends. نمبر 2 I forgot my mobile، ايه I can't use it، انا نسيت الكلمه السر بتاعه التليفون بتاعي، مش عارفه استخدمه، الباسورد كلمه السر او كلمه المرور. نمبر 3 I am worried in my grandfather's health، انا قلقان على صحه جدي، اسمها worried about، قلقان على. نمبر 4 If you have a problem، لو انت عندك مشكلة، ask a help from a parent or teacher، يعني اطلب الايه المساعدة من ايه من باباك او مامتك او مدرس، اسمها ايه ask for help. طب نمبر 5 Mona is not making a video a but she is talking to her friend، يعني هي مش بتعمل فيديو كول، مش بتعمل مكالمة فيديو، بتتكلم مع اصحابها. نمبر 6 We water to cook spaghetti، يعني we boil water، احنا بنغلي الميه عشان نعمل سباجيتي، مكرونه سباجيتي. نمبر 7 stay safe، ابقى امنا when you use technology، لما تكون بتستخدم التكنولوجي ابقى امنا. قلبنا الصفحه صفحه 202، مكملين في سؤال اختيارات. space not stand in the middle of the road، يعني ما تقفش في نص الطريق، يبقى ايه اقول له ايه do not، انا عندي هنا not خلاص اخد do على طول، تمام. طيب نمبر 9 ايه at the hospital as soon as you can، يعني خليك في المستشفى على ايه يعني على قد ما تقدر، يبقى be at the hospital. طيب نمبر 10 ايه your hands before eating، اغسل ايدك قبل الاكل، ده امر مثبت، يبقى اجيب الفعل في المصدر wash. السؤال الثالث read and correct، صحح الخطا. please من فضلك lift the door open، يعني سيب الباب مفتوح، ليفت ده ماضي، انا مفروض بجيب الفعل في المصدر، يبقى ايه اترك يعني ليف. نمبر 2 هاز فان ات ذا بارتي، استمتع بالحفله، المفروض هاف فان. نمبر 3 تشيلدرن، الاطفال ووكينج كيرفولي، يعني الاطفال انا كده بديهم امر، بقى بقول لهم يا اطفال امشوا بحرص، يبقى ووك كيرفولي. نمبر 4 didn't play in the street it is dangerous، يعني ما تلعبش في الشارع ده خطر، يبقى don't play.
بعد كده عندي سؤال الباراجراف، اكتب فقرة إنشائية على how to stay safe online، يعني كيف تبقى آمنا على الإنترنت. تعالوا نشوف كتبنا إيه. It is very important، من المهم جدا to use the internet، إن أنت تستخدم الإنترنت. But we should be careful، لكن لازم نكون حريصين، ينبغي نكون حريصين when we use it، لما نستخدم الإنترنت. You should follow some rules، ينبغي عليك إن أنت تتبع بعض القواعد and advice ونصايح. Keep your password secret، احتفظ بكلمة مرورك أو إيه كلمة السر بتاعتك سرية. Don't tell anyone، ما تخبرش أي حد about it عنها. Don't make friends، ما تكونش صداقات with people، مع الناس you don't know، اللي ما تعرفهاش. Don't tell people، ما تخبرش الناس your personal information، معلوماتك الشخصية like telephone number، زي تليفون رقم التليفون، birth date or address، أو تاريخ ميلادك أو عنوانك. Don't answer phone calls، ما تردش على المكالمات الهاتف or video calls، أو مكالمات الفيديو from anyone you don't know، من حد ما تعرفوش. If you worried about something، لو أنت قلقان من شيء ما، tell your parents، أخبر والدك or teachers، أو مدرسينك. نروح على آخر تدريب عندنا النهاردة، التدريب الشامل على يونت 4 على الوحدة الرابعة صفحة 206. أول سؤال عندي listen and choose، استمع واختار the correct answer، الإجابة الصحيحة. هتستمع لفقرة وتبدأ تجاوب على أسئلة. I bought a mobile last week، أنا اشتريت تليفون محمول الأسبوع الماضي. I showed it to my friend، وريته لصديقي yesterday بالأمس. I asked him how to send a text message، طلبت منه ان هو يعرفني يعني ازاي ابعت رسالة نصية. He told me to tap the message icon، قال لي ان انا ايه اضغط على ايقونة الرسائل. اول سؤال when did you buy your mobile phone، اشتريت امتى تليفونك المحمول؟ هو قال last week، الاسبوع الماضي. Number 2 when did you show it to your friend، وريته امتى لصديقك؟ yesterday، بالامس. Number 3 what did you want from your friend، كنت عايز ايه من صديقك؟ To show me how to ايه، ان هو يوريني ازاي ابعت رسالة نصية، send a message. Number 4 what did he tell you to do، هو قالك تعمل ايه؟ قال لي tap the icon، يعني اضغط على الايقونة اللي هي الخاصة بالرسائل، tap the icon. Number 2 complete the following dialogue، اكمل المحادثة التالية، والمحادثة في الامتحان بيبقى عليها 5 marks، 5 درجات. شريفة بتقول ايه is talking to لميا on the phone، شريفة بتتحدث مع لميا في التليفون، فبتقول لها what are ريم and سارة doing، ريم وسارة بيعملوا ايه؟ فقالت زي are a selfies، هما بيلتقوا بصور شخصية، يبقى taking selfies، taking. قالت لها again تاني they are always taking selfies، هما دايما بيلتقوا صور شخصية. فقالت I know، اعلم ذلك. منا isn't taking selfies، منا مش بتلتقط صور شخصية. She is listening to her MP3، هي بتستمع للMP3 بتاعها. بعد كده قالت لها ايه؟ قالت لها do you like taking selfies لميا، هل انت بتحبي تلتقط الصور شخصية يا لميا؟ طبعا هي اول بس حاجة هنا عندي MP3 player، يعني مشغل الملفات الصوتية، هنا في كلمة player عشان ده كلام تاني بقى. Do you like taking selfies لميا، بتحب تلتقط صور شخصية لميا؟ قالت ايه I don't، يبقى no I don't، لا. What do you use your mobile phone for، طب انت بتستخدم التليفون المحمول بتاعك في ايه؟ بقيت I a messages to my friends، ببعت رسائل لاصحابي، يبقى send course. Do you need any help، انت محتاجة اي مساعدة؟ فهتقولها no thank you، شكرا. السؤال الثالث read the following then answer the questions، يعني اقرأ التالي واجب على الأسئلة. ده سؤال comprehension، فقرة وعليها أسئلة من 6 marks، من 6 درجات. My hobby، هوايتي is reading، هي القراءة. I like to read books، بحب أقرأ الكتب. In my free time، في وقت فراغي. I like funny stories، بحب القصص المضحكة. Adventure stories، والقصص قصص المغامرات. And songs for children، والأغاني للأطفال. I like to read children's stories، بحب أقرأ قصص الأطفال. Very much، جدا. My favorite story is the Snow Queen، يعني قصتي المفضلة هي أميرة الجليد. By Hans Christian Andersen، المؤلف بتاعها اسمه Hans Christian Andersen. I read it several، بقراها كتير. Time، several times، بقراها في أوقات كتير، many times يعني. Greta is my favorite character، هي شخصيتي المفضلة في القصة دي. I usually read in the evening، عادة أنا بقرأ في المساء. Before I sleep، قبل ما أنام. I also like to read in a garden، بحب كمان أقرأ في الحديقة بتاعة المنزل. Or in a park، أو في الحديقة العامة. Sitting on a bench، وأنا قاعد على إيه مقعد.
الصفحة اللي قدامها صفحة 207 مكملين في سؤال الفقرة. At the moment في هذه اللحظة I am reading short stories. أنا بقرأ قصص قصيرة in English باللغة الإنجليزية. It is difficult for me. هي صعب عليا to read in English إن أنا أقرأ باللغة الإنجليزية. But I want to learn English. لكن أنا عايزة أتعلم لغة إنجليزية. And I want to read books in English. وعايزة أقرأ كتب باللغة الإنجليزية. طيب أول سؤال. What's the main idea of the text? إيه الفكرة الرئيسية في الفقرة؟ طبعا دي الهواية المفضلة يبقى my favorite hobby. My favorite hobby هوايتي المفضلة. Number two, who wrote the Snow Queen؟ مين اللي ألف قصة ملكة الجليد؟ يبقى اللي ألفها هو هانز كريستيان أندرسون زي ما قلنا في الإيه في فقرة. هانز كريستيان أندرسون. Number three, do you like reading؟ بتحب القراءة؟ Why or why not؟ لو قول ليه، لو لا هتقول ليه. السبب هتقول مثلا أنا بحبها عشان هي مفيدة شيقة أي صفة كويسة، يبقى نقول yes أنا بحب الإيه القراءة because it is useful. Because it is useful يعني مفيدة interesting شيقة وهكذا. Number four, I like to read. أنا بحب أقرأ. In a garden في حديقة، حديقة المنزل. In a park في حديقة عامة. On a bench على مقعد. All of this طبعا all of this عشان كل ده أنا بحب. Number five, I want to learn. أنا عايزة أتعلم إيه؟ أتعلم اللغة الإنجليزية الإنجليش. Number six, the underlined word several. كلمة several العديد means معناها إيه؟ معناها many كثير. Number four, سؤال الاختيارات. It's important to stay online. يعني من المهم ان انت تبقى امنا على الانترنت، يبقى اسمها ايه؟ Stay safe on the internet. Number two, space on this icon when you want to print. يعني اضغط على الايقونة دي لما تكون عايز تطبع، يبقى اسمها click. Number three, you shouldn't give your information to people you don't know. ما تديش معلوماتك الشخصية لناس ما تعرفهاش، اسمها personal information معلومات شخصية. Number four, we charge the phone. احنا بنشحن التليفون وزق ايه؟ بالشاحن اللي هو ايه؟ charger. Number five, there was a pavement. يعني كان يوجد رصيف in front امام the hospital المستشفى، اسمها in front of امام. Number six, young people الشباب like to a selfie. بيحبوا يلتقط صور شخصية، اسمها ايه؟ take a selfie. With their smartphones بالتليفونات الذكية بتاعتهم. آخر صفحة معانا النهاردة صفحة 208. Number 7, I need the paper for the A. أنا محتاج الورق عشان إيه؟ عشان البرينتر، عشان الطبعة. أنا عندي هنا كاميرا وعندي سكرين شاشة وماوس فارة، لأ أنا محتاج الورق عشان خاطر البرينتر الطبعة. Number 8, there is a letter on your desk. يعني بنقول يوجد خطاب على المكتب بتاعك. الخطاب مفرد يبقى there is، يوجد للمفرد. Number 9, some friends بعض الأصدقاء of mine بعض الأصدقاء بتوعي is their house بيبنوا بيتهم الآن. they hope to finish it next summer بيأملوا إن هما ينتهوا من أعمال البناء دي في الصيف القادم، يبقى بيبنوا دلوقتي our building. Number 10, space too much TV ما تشاهدش تلفزيون كتير، ده أمر منفي بقولك ما تعملش كده، يبقى don't watch لا تشاهد. Number 5, read. طبعا سؤال التصحيح، سؤال الاختيارات ده عليه 10 ماركس، عليه 10 درجات. سؤال التصحيح بقى اللي جاي ده read and correct عليه 4 ماركس 4 درجات. Number 1, there is 12 months in a year. يعني يوجد 12 شهر في السنة. طبعا 12 شهر ده الجمع، ما ينفعش اقول is للمفرد وار للجمع، يبقى there are يوجد 12 شهر في الايه في السنة. Number 2, being nice to your brother and sister. خليك لطيف مع أخوك وأختك، يبقى ده بقى مرة أقولك be nice كل لطيفة. Number 3, they are sitting next to me. They are at the back. يعني هم مش قاعدين بجواري next to me، هم قاعدين في إيه ورا، يبقى إيه aren't. Number 4, عمر is having an English course today. عمر بياخد كورس انجليزي النهاردة. انا كده بسأل سؤال، هل عمر بياخد كورس انجليزي النهاردة؟ ده سؤال، يبقى هعمل ايه؟ هجيب الفعل المساعد الاول وبعدين الفعل هشقلب، يعني بقول ايه is عمر.
بعد كده آخر حاجة عندي number 6 write a paragraph of about 80 words on اكتب paragraph من 80 كلمة عن my favorite hobby هوايتي المفضلة. وقلنا في كراسة الإجابة بتاعتي بكتب عنوان الباراجراف في أعلى الصفحة بس هكتب بقى هنا لو يور هكتب my favorite hobby هوايتي المفضلة والباراجراف بيبقى عليه 6 درجات. تعالوا نشوف كتبنا إيه. زي ما قلنا لما ببدأ الباراجراف بسيب مسافة كلمة في البداية وببدأ بحرف كابيتال وما بين كل جملة وجملة بحط فول ستوب نقطة وببدأ بعدها حرف كابيتال، بسيب مسافة ما بين كل كلمة وكلمة عشان أعرف إيه أقرأ الباراجراف كويس. My favorite hobby هوايتي المفضلة is reading هي القراءة. أنت ممكن تكتب أي هواية تانية، يعني أنت مش شرط القراءة، أنت ممكن لعب كرة القدم، أي هواية قدامك باراجراف أنت ممكن تعدل فيه براحتك يعني. My favorite hobby هوايتي المفضلة is reading هي القراءة. I like reading very much بحب القراءة جدا. It is very useful هي مفيدة للغاية. It is the food of the mind هي غذاء العقل. I like to read in my free time بحب أقرأ في وقت فراغي. I read at home بقرأ في البيت. Also أيضا I read at the school library أنا بقرأ في المكتبة المدرسية. I like reading English books بحب أقرأ الكتب الإنجليزية especially خاصة short stories القصص القصيرة. Reading is a great hobby يعني القراءة هواية عظيمة. It helps me to get a lot of information بتساعدني في الحصول على كثير من المعلومات. It makes me feel happy بتجعلني أشعر بسعادة. My best friend صديقي المفضل likes reading too هو أيضا بحب القراءة. He likes reading the historic books بيحب يقرأ الكتب التاريخية. وبكده نكون انتهينا من حل الوحدة الرابعة من كتاب جيم أولى إعدادي 2023 ترم أول. انتظرونا في حل باقي الوحدات إن شاء الله، مع تمنياتي لكم بالنجاح والتفوق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.